مبدعو العراق في أروقة مجلس النواب مشاركين بابتكارات علمية تحارب سرطان الثدي بعد تزايد الإصابات بهذا المرض، مسجلاً آلاف الحالات في الإحصائيات الرسمية عدا تلك الأخرى غير المكتشفة. المؤتمر الأول لسرطان الثدي أو المشاركة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأن اليوم أول عنف تتعرض له المرأة هو الإهمال بالصحة، وهذا الإهمال يؤدي بحياة المرأة ويؤدي إلى تفكيك الأسرة وتهديمها وليس فقط تفكيكها. فنحن اليوم جادون، واحتضن مجلس النواب المخترعين في مجال سرطان الثدي، كون أنه العراق ثاني دولة في الوطن العربي بتسجيل الإصابات في سرطان الثدي. بدعم من وتوجيه من السيد رئيس مجلس النواب المهندس محمد الحلبوسي، تم التنسيق بين مجلس السرطان في وزارة الصحة ولجنة المرأة والأسرة والطفولة مع السيدة النائب دنيا الشمري، وتم تنظيم هذا المؤتمر. المؤتمر أولا وآخرا يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويدعم الأيادي العراقية التي تبحث وتجتهد لاختراع وسائل آمنة في علاج مرض السرطان وبالتحديد سرطان الثدي، لأنه احنا حاليا في شهر التوعية والتثقيف عن سرطان الثدي. ولاحتواء سرعة انتشار المرض بين شريحة النساء، برزت مطالبات برلمانية بإنشاء مستشفى مزود بأجهزة حديثة للكشف المبكر وأطباء معالجون متخصصون بهذا المرض. كان الهدف من الدراسة أنه نصل إلى مركبات في متناول الجميع، فاستخدمنا الكيوي لأنه متوفر وأقدر أوصله لكل بيئة، لكل فرد، لكل عائلة بهذا المجال. ليش اختارينا الكيوي سبيسيفيكلي؟ لانه بشكل خاص، لانه الكيوي من الفواكه اللي تحتوي على المركب الفعال اللي هو الاسكوربيك اسيد، فمسؤول عن، من دراسات سابقه، انه الاسكوربيك اسيد هو مسؤول عن علاج السرطان، انتي كانسر. فمن هذه الفكرة بدينا. الأجهزة المتوفرة في بعض المستشفيات الحكومية لا تكفي لإجراء الفحوصات بسبب كثرة أعداد النساء، لتعلو مطالبات أخرى بتسيير فرق في الدوائر الحكومية والمؤسسات وحتى المنازل للكشف عن المرض قبل أن يتطور ويصل إلى مراحل الموت الأخيرة. من بغداد، جابر جمال، الرشيد.